والعمل الصالح. أيها السادة، ختام هذه الليلة القرآنية المباركة المعطرة يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي، أمير النغم في فن وتجويد القرآن الكريم، له مدرسة قرآنية خاصة غانمة بالمقامات والقراءات، فضيلة القارئ أهل نبت القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، سائلين الله أن يفيض عليه، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والله
الظالمين أعد لهم عذابا أليما لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خلق الإنسان من علق اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعل ما قرئ وثواب ما تلي في هذه الليلة القرآنية ان يتكاثر على الفقيدة الراحلة. اللهم مد لها في بصرها. اللهم جافل الارض عن جنبيها.
اللهم اجعل قبرها يا ربي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربي حفرة من حفر النار. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها. اللهم انقلها من ضيق اللحود واكل الدود، وارفعها الى جنة الخلود يا ارحم الراحمين. هكذا اخوة الايمان والاسلام، عشتم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة المعطرة، تلاها علينا علم من اعلام التلاوة بمصر والعالم الاسلامي والعربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. ايها السادة، تقدم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاول الفراشة بالشرقية التي كمل وجمل هذه الليلة القرآنية، حاج ابراهيم عبد الوهاب واولاده مقيمين ببيشة قايد شرقية. صور هذه الليلة سوف ترونها الليلة وكل ليلة على شبكة الانترنت لصاحب الموقع الكبير لحملة القرآن الكريم الباشمهندس ناصر صلاح. ايها السادة، باسم العائلة الكريمة جميعا، باسم آل عبد العال جميعا، حج علي عبد العال، حج حمدي عبد العال، حج ماهر عبد العال، باسمهما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لعموم مشاركي واجب العزاء. يا السادة، شكر الله سعيكم، غفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله. نترككم في رعاية الله وحفظه، سلام من الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.